نجيك يا ياسين. آه بقى هي الحكاية كده، عشان تتعلم عليك ما تتعاطفش مع حد تاني. انت عارف يا عضو انك انت حطيت نفسك في مساءلة قانونية؟ يا نهار مش فايت، مساءلة قانونية؟ ليه؟ هو انا عملت ايه؟ مساعدة مريض على الهرم وانتحال شخصية غير شخصيتك. شخصية غير شخصيتي؟ ازاي يعني؟ اقول لك ازاي. انت دلوقتي اللي يشوفك يقول عليك ايه؟ واحد بلدياتنا طبعا. وانت مش بلدياتنا طبعا، تبقى كده منتحل شخصية غير شخصيتك. لا ارجوكوا اتوسل اليكوا، بلاش تبلغوا عني، وانا اوعدكوا اني مش هنتحل شخصيات تاني بعد كده. تحرم. رجع. حاضر يا دكتور. وادي قاعدة. يا بني ادم يا بني ادم، مش هنا اترجع اقعد على الكرسي. بس ده كتير يا دكتور، كتير 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 يا دكتور، كتير كتير كتير. ما تهدى من الودين، انا مش ناصر. الله، اهدى بس كده وروح وقول انت يا استاذ كنت عاوز تهرب ليه؟ ما انت يا دكتور ما اديتنيش عقد نافع وقلت لي ولاد عمامي عايزيني فيه. انا بقى اللي عاوز اعرف منك ولاد عمك جايين عاوزين ايه؟ وانا مش عرفني يا دكتور. ولا تصيع عليا؟ لا اوعى تفتكر انا خلاص دكتور يعني ما عرفتش حاجه. ده انا جايبها من تحت خطوه خطوه، ده انا فحتها بايديا، انا طالع السلمه من اولها. سيبك من كليه الطب، انا الايام هي اللي معلماني. معناته ايه الكلام ده يا دكتور؟ اقول لك معناته ايه. انت مش بتفهم كده وبتسمع يقولوا الواحد ده بيفهمها وهو طايره؟ ايوه انا بفهمها قبل ما اطير. تقصد ايه يا دكتور؟ اقصد يا حدد جبت اللبس ده منين؟ دي نمره واحد. نمره اتنين بقى تقول لي ولاد عمك عاوزين ايه؟ بصراحه بصراحه. ما تنطق اللي بصراحه بصراحه، ما لقيتش في حبك راحت هتغنيها. ما تنطق يا روح ماما. بدلت لبس مع الجدع القصير اللي في العنبر ده اللي هيقولوا عليه الجزء. جزء ايه؟ اسمه عضو يا بني ادم. عضو يا ابوي ما هيعضش. يعض ايه يا عبد الكلب؟ الله ما تتكلم يا علا. ما انا بدلت اللبس يا ابوي علشان اعمل على ولاد عمي تمويه ولا مؤاخذه. تموين ايه؟ انا وانت ولا اقول يا رب انا قاعد قدامي زاد الزيت وحد حاطط عليها زلطه من فوق. ما تتكلم يا انا. قلت اعمل تمويه. ربنا يخليك يا دكتور عشان ابقى فاهم يعني. ايوه يعني ما ايه دخل اللبس بولاد عمك؟ عشان ما يعترضوش فيا يا ابوي. ما يعترضوش فيك يا ابوي؟ ايه ما يعترضوش؟ ده انت ناصح قوي اهو. ينصح بدنك يا زنك. بص بقى يا وهدان، انت تفهمني بالظبط وخليك صريح، ولاد عمك عاوزين منك ايه عشان اقدر اساعدك؟ الموضوع وما فيه يا دكتور. لفيت عليه في كل حته ما لقيتوش. الله يخرب بيت وهدان على سنين وهدان. آه لو ما كنتش متذكر. مين؟ مين؟ وهدان. ما انت ما بتخش عليا بفتكر ان في خلاط اسمنت داخل والمستشفى بتقع. يا ولد بقول لك ايه؟ امر يا مجنون. ما تعرفش الممرض اللي شاردنا الشهيد راح فين؟ مين؟ شعبان؟ واسمه شعبان؟ ده نلاقيه فين؟ معرفش والله، انا ليا في الشاي وبس. مين مدور عليه؟ ده ليلته مطينه بطين. ربنا يستر يا شعبان، ده شكلهم عايزين يقتلوه. شعبان شعبان الحق، كنت من هنا؟ ما كنت من ايه؟ بلدياتنا اللي كانوا هنا. ما انا كنت لسه عايز اسالك عليهم راحوا فين؟ قابلونا والشر اللي باين في عينيهم. شر؟ لا يا عم كنت من هنا. هي دي الحكايه يا دكتور. يعني والدك توفى وانت الوريث الوحيد له. ايوه، وعمامي عاوزين ياخدوا مني نص الارض. مستكترين عليا حاجة يا دكتور. خلاص 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 يا وهدان، مفيش راجل بيعيط. لا حتى كمان ما عايزينيش اتجوز بنت عم اللي احبها. انت بتحبها فعلا؟ ايوه يا دكتور. هدي انا مستعد اكتب لها عمري، عمري كله. ظهر انت وهي شربتوا ليمون كتير مع بعض. طب وهنعمل ايه يا دكتور؟ خلاص خلاص انا هتصرف، انا عاوزك تخش الاوضه بتاعتي ما تطلعش منها الا لما اقول لك.
طب يفرض دخلوا عليا يا دكتور؟ انت بتستهبل؟ ده الاوضه الخاصه بتاعتي اوضتي. اللي تشوفه يا دكتور، انا من يدك دي ليدك دي. قول يا رب. يا رب. ما تلفش علينا وتدوق النار. يا جماعه انا ما كانش قصدي انيمكم خالص. امال كيف نمنا؟ جايز كنتوا سهرانين فكبس عليكم النوم. يا جدع جرح سلك. ازاي نشرب شاي وننام؟ ده حتى الشاي بيسهر. انا نفسي مستغرب زيك يا عم الحاج حقيقي. يعني الظاهر انك انت مش هتقول الا لما تخلص. لا قلنا استنى قلنا انت وهو. استنى قلت الحرب يا دكتور. سيبوه. فضل. ايوه فضل انت. ايه؟ اهدوا اهدوا اشربوا شاي. طبعا شاي تاني عليا الطلاق. ما انا شارب شاي طول ما انا قاعد في المخروبه دي. لا دي مستشفى مش مخروبه. لحظه يا دكتور، ما احنا اتبهدلنا في المستشفى دي. خلاص 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 يا عم، انا عرفت المطلوب وعينيا ليكم. يعني ايه؟ يعني التنازل بتاع نص الارض بتاع وهدان جاهز وفي جيبي. يا ابوي وعرفت ازاي؟ بص عرفت ازاي جبته ازاي؟ مش شغلكم مش شغلكم. سامحوهم سامحوهم. يخرب بطنك بين اخو حضر. والله ما اقصد. السماح السماح السماح. انا جبت التنازل وجاهز في جيبي. تحب تقروه؟ عدم اللي مؤاخذه، يعني احنا بنبصم بس. تحب اراهولك؟ يا دكتور احنا واثقين فيك، لا فينا اياها وكتر خيرك. بس على شرط. اشرط. شوف بقى، تكتبوا ورقه انتوا الاثنين ان مالكوش حاجه عند الوهدان خالص. هنكتب ازاي عدم اللي مؤاخذه؟ يعني ما تتكلم يا زيدان. يبقى مفيش غيره، ولدك يا اخوي. ولده يا اخوي ده فين؟ قاعد على القهوة اللي جنب المستشفى هو وخالته مستنيينا. خلاص ابعت هتقوم عشان الواد يكتب الورق. ايه ده ورق؟ ده موز موز. ايوه موز. مديري مديري. خبر يا وردة، انت في الجنة ولا ايه؟ استنى كده. ايوه ابويا انا واعي. انا مستنى. طب معاك حقيقي. يا عيني يا سيدي. خبر ايه؟ انتوا مين؟ احنا عملك الاسود عدم المؤاخذة. مؤاخذة ايه؟ انت خليت فيها مؤاخذة ورجبي بطل. انت تبتدي رجبي ايه وشعبان ايه؟ انا شعبان. انت اللي جابك هنا؟ الدكتور ياسين هو اللي قال لي اقعد استناه هنا لحد ما ياجي. دكتور ياسين هو اللي قال لك كده؟ يبقى الحكاية فيها ان انت قاعد هنا بتشرب شاي وسايب البوابه بره. هاخد الشاي واطلع اشربه بره. قول لي بلدياتنا اللي كانوا هنا راحوا فين؟ غروب داهيه الله لا يرجعهم، كان عامل لنا زهر في قلب المستشفى. بجد؟ الله يطمنك. هو كده بقى الواحد ياخد راحته. شوف بقى، انا جبتوكوا هنا عشان نعرف نتكلم براحتنا. دكتور ياسين الاثنين اللي طلبتهم موجودين بره. طب خليهم يتفضلوا. حاضر يا فندم. اتفضل. تعال يا حرمه قدم يا ولد. ولد كل ده ابنك؟ ده اقصى واحد في ولادي. ما شاء الله ما شاء الله يا شديد. ده الفراعنه ما يعرفوش يخلفوه. ده عظيم ما شاء الله في ابتدائي. ابتدائي يا راجل؟ ده يخش على العالي على طول. تعليم عالي. ولدي امه ماتت بعد ما ولدته بسنتين. لا حول ولا قوه الا بالله. تلاقيها ماتت وهي بترضعه. صح. ايه شرف؟ انت نسيت انه مخاوي؟ امه بقى تلاقيها بقت تطلع ترضعه وتنزل تغيره، تطلع ترضعه وتنزل تغيره. كان بيساعدها اخوه. يبقى اتلخبطت اخر لخبطه. كيف يعني؟ يعني بقت ترضعه وتغير لاخوه، ترضعه وتغير لاخوه، ولما غلبت نزلته الشارع وبقت ترضعه من البلكونه. صح. الله يرحمك يا غاليه يا بنت الغاليه. ومين ذكر الضفدع ده؟ دي خالتي اخت امي. خالتي اخت امك؟
انت ليك عندي وظيفة. كتر خيرك، وظيفة ايه دي؟ والله هو مطلوب في جنينة الحيوانات زرافة يعني تكون من حقه. ربنا يخليك يا دكتور. تعال تعال اوعى تخبر السقف بمناخيرك. ما هو قاعد. يبقى انا اللي وقفت. طيب بص يا حبيبي، الورقة دي مكتوب فيها اشياء تنقلها في الورقة دي بخط واضح. زعيانة المسابقة صح؟ ذنبي مش ذنبي يا دكتورة. يا أنا إنه مات. يعني إيه يا أني؟ يعني فريد إنه مات. أيوة كده يا أخي، ترجم لها وضح لها. على العموم الغلطة غلطتي، الحق مش عليه، الحق علي أنا. قوليلي يا دكتورة بتشتكي من إيه؟ وثقت فيه. شفت يا دكتورة، كان لازم تحط ثقتك في حد محل ثقة. ما أنا كنت فاكراها محل ثقة. ما طيعش محل ثقة، طيع محل كشي. الحمد لله يا دكتورة إن الدور اتلم في أول. في الحالة دي بقى يا دكتورة هالة، أنا ممكن أقولك تعمل إيه. من فضلك. عارفة تعمل إيه؟ تعملي جمعية وتقبضيها الأول. تفضل يا دكتور. هايل هايل هايل. كده عظيم كده بقى، الورقة انكتبت وبصمتكوا عليها. يبقى نسلم ونستلم. هو انا قلت لا؟ اتفضل يا سيدي، الورقة هي دي يا ابوك. وكده بقى يا دار ما دخلت شر. يلا يا ولد، يبقى متشكرين منك. اكتب بالاذن يا كبير. والله ليلة سودة من اولها.